مرحبا، أنا ناتالي سلامة واليوم رجعت لكم بالفكرة اللي نشرتها على الفيسبوك بيج تاعتي واللي هي البروم سيريز ل 2018. حبيت أبلش بالهير ستايلز مش بالميك اب لوكس لأنه حبيت أبلش بأفكار جريئة وحلوة. لأول هير ستايل لهذا السيريز حبيت أبلش بلوك شوي جريء يعتبر وحلو. هي انتشرت بال 2016 I think هاي اللوك اللي هي الويت لوك، وهي للناس او البنات الجريئات اللي بيحبوا يجربوا هذه الستايل. بحسها بتلبق على الشعر الميديوم والشورت اكثر من الشعر اللي كتير طويل. فاذا بتحبوا تعرفوا كيف تسووها لو سمحتوا كملوا احضروا. لنبلش الشعر، بدك تحاولي قبل ما ترجعي كل شعرك لورا تثبتي جزء منه، فبدنا نجيب هدول كلهم لقدام، واللي هذا الجزء من ورا بدنا نثبته في محله في بوبي بينز ونثبتهم بشكل اكس. لهي اللوك منحتاج مية، جل أو هير سبراي ومشط. بالبداية رح أخذ هذا السكشن وأعمل تيزينج في الكومب الصغير عشان أقدر أعمل بوف. رح أحط شوية هير سبراي عليه وأرجع لورا. السكشن اللي بعده نفس الاشي. اما بالنسبة لهذا السكشن رح نبلش بشوية مي عشان تعطي هذا الويت لوك شوي فيها. بس طبعا مش كتير. هلا زي ما انتم شايفين منا المشطه، لا يعطي لوك زي كأنه احنا طالعين من الحمام بس لوك مرتب. طبعا هدول بتقدر ترجعوهم لورا مثل هيك او تخليهم من قدام، انا شخصيا بفضل انهم يكونوا مثل هيك لقدام. طبعا اذا في اي اشي بده كمان كومبينج نقدر هلا نعمله. وبعد ما توصلوا لللوك اللي انتم حابينه بكمان هير سبراي بنثبته. طبعا هاي هي التسريحة الوحيدة، كل ما كترت الهير سبراي كل ما طلعت احلى. وطبعا كل الشعر بيرجع لورا. وهاي هي تكنيكلي الاند ريزلت تاعتكم، بتقدروا تعدلوا فيها زي ما انتم بتحبوا، كتير سهلة. كل اللي بتحتاج انه يكون شعركم ستريت.